لا لا طرفتك انا ما ادري ترى انا قوي اكثر نجاح يا قهري يا قهري كنا واحد تخيل كنا واحد قهرني بس اني انا يبقبق لا مو بذح مو بذح خليه لين يفوق قاعد قاعد اتعطن انا واحد ما ادري من و لن تخابرين وبراس ان نزود علينا زين اسمع الحين عم اجين صايم عم اللي انت خابرين لا مو باللي انت اللي كل الناس خابرين اسمع عقب هو كان بعده مثل وش بعد ابعد من طردتك فجأة وش سوى؟ يا لا 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 هنا نملة احنا هنا قلت شو تسوي؟ قال العب مع النملة عفويتي سر نجاحي منو يبقبق لا مو ذهن عفويتي سر نجاحي دقيقة لا لا انت كنت تسولف يعني بعدين قلت القصة فوليد محيح يحسبني انا هل هو انا؟ لا 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 محمد ناصر محمد ناصر يبغى حن عندنا ترى عندنا عفوية احب العفوية هذه مرة اي لايك ات اي لايك ات سو اي لايك ات انت انا غزاك سو اي لايك ات يو ودي مصور اطحامي هذا هادم اللي هذا الاشياء منه لبى كبدك تعال تعال يا اطحامي صاير اخاف اذا شفته يدعيني تعال الجدار سوا اروح هناك ما حد يبغاني سجل 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 لا مرة لا لا ايه لا ايه لا شوي الكركدان والله تعلمت يا الشبح زين امسك القطيع عدل لا تقلب فرح عدل وخر يدك الله وخر يدك وخر يدك فرح عدل تشوف مسكته للقطي ما يفر هذا الشبح كذا اختصاصات الشبح هذا شغل بعلمك شيء انت وش المانع ما تمسكه كذا ليه ماسكه كذا ما كان ينزل زين امسكه كذا عشان خليه ينزل يا اخي يبي ينتقد يا ترك الموسى هد لا لا هو صادق لا انا متعمد لا انا بخرب الكرك لا اطلع من عندك انا مسكت لك يا عام ها عفوا بزياده ما شاء الله درب الهلاك مني لا لا مو كذا يا زعيم مو كذا يا زعيم مو زعيم قلنا لك زعيم لا تستانس خلاص قط هو قد ايش ما زعيم يسمونه قطر ابوه عمار ما يدري هزيم بس اني كنت متحفظين في الاسم انا واليوم اي والله غريبه دشنت وش غريبه انت زعيم محمد صدق زعيم انا اكتشفت حاجه زعيم محمد ناصر لا لا زعيم انا اكتشفت حاجه اني احب اخرب الجلسه اللي فيها نايف عامر يا اخي جو لا قم يلا 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 هات اللي بيدك يلا هات اللي بيدك والله بقول لك شيء والله لا لا خلاص تكفى نبغى بس عشان تعدل المايك داخل انا ما عليك وجه والله لزوم ما عليه وجه عليه خشم والله ما اطلع يلا والله انت اطلع اصبر اي والله خربان طيب والله ما اطلع برا القريه يلا 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 والله لو تشربون بدوني جلس امي يلا حتى انت وياه انتظروني بيجيكم اقعد لين اصب لك كوب ومروح لا 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 بيجون كذا الحين 6400 6400 انت وين رايح؟ هذه خاشر المايك واحد طيب انت وين رايح؟ عشان المايك ما اللي قايل لك؟ امبراطور اني والله قد دريت انك مثل حبه الهيل ما يجيب بعلم زين كلام حرار طيب هاي انت قد رحت ورجعت يلا يلا عجل عجلتك خليه مصمم اللي زي تبى نصيحتي فيني كلكم كنكم ما تبغوني اروح تبى نصيحتي يا اخوي لازم تدخل تبى نصيحتي تبى نصيحتي وانا اصفط لك دائما ابو عبد الرحمن اقعد لين تشرب لكم عند في وجهي راح انا اللي مسوي الكرك راح في وجهي انقز ركض بس اركض لا 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 ترى ما يقدرون دالحين بيجينا واحد يقول صبوا لي كركي ايه صبوا لي كرك نقول ما نقدر نقول عشان الله اطلع برا صدى يا كذاب صدى والله ما اطلع طيب طلع كذاب سمعناكم الصدى عندك كرك تكون صب كرك يا عيال يا عيال احنا متفقين الله يرحم والديكم قبل بس توكل على الله خمسه وزعاج وقروشه خربت يا عيال خلاص يا ريدي يا عيال يا وين نويلة الامبراطور
يا رجل لا يا رجل قم قم خل اشجره قم خل انا اشجره يلا 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 يا فعاليات ريالتي عبوي تسر نجاحي يلا يلا واحد لابس وردي واحد لابس احمر يلا روح ريالات مدخن يلا خل هذه خلها عندنا لا لا احتاجها لا لا خلها عندنا خلها عندنا وين الخيزر يا نوم عيني العقيد عقيد جلسات هذا والزعيم هذا والزعيم ما قام لو قام الزعيم جعل خلص مسرق طيب لحظه لا والله هنجي والله مهند باخذ لي مهند دقيقه يا مهند ها ها صل عندي جمهوري العزيز انا لا رقم مهند من مرجان يدعي يلا يا شباب عطني يلا خلهم يقلبون عليك يلا ان شاء الله شيك يا دكتور لا شغال عندك الله يسر عليك يلا الله يسر عليك وقف وقف هنا ما نبغيك في الجلسه ما نبغيك في الجلسه يلا روح والله ما يضبط الاداء شوف محمد والله ما يضبط الاداء والله صدق يا مهند لا عين صدق صب نفد امك روح هنا يلا فيصل استقبلني كانك تنقذني من النهرين يلا النهرين يلا 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 توكل لا يلا يا نوم عينك يقولها من قلب يلا 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 انت طقمك اسمنتي يلا يلا امشي خلاص تراك فككتها روح انت ذوق عامر منير عصفورين بحجر واحد ليه ملك الشخص انا باخذ لي كرك وبروق وبجيك يا اخوي انا الله هذا هذا مخرب الجلسات معليش يا نوايف بلبس اللي يجي نوايف برد حقي انا حقي انا شوي وين كنت وش اسمه النمر الملتهب الصيف الصاعق ما ادري النمر الملتهب الالتهاب اللي في النمر وش هو النمر الملتهب بجيكم والله ليش اشرب ذا الاساسيه دقيقتين بس وبجي الا دقيقتين بتضرك خلي بتقهوى وبجي والله ما يروح يتقهوى يلا تقهوى تقهوى يا علي كشميري هذا ولا شنو الله يحييك ابو طلال الله يحييك بجلسه الزعيم والشبح والعقيد الله يحييك تحيا السيد اعطوني المسمى يذعن لك اعطوني اعطوني المسمى ايش المسمى سالم حزام كلم النمر الملتهب جرانديزر التنين الطائر ما يجي يعني في التنين الزاحف التنين الطائر جايب معلومه انا اعلمك لا السيف الصاعق لا انا قلتها صح يا هذا اسمع حط اسمك السهم الجارح الله سلاحي السلاح السلاح ذو حدين السلاح ذو حدين لا طويل الاسم ذا ما يقدر يقول سالم حزام السلاح ذو الحدين لا بياخذ محور الحال الاسم طيب الأسلحة الأسلحة الناسية لا 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 أحط اسمك أنا بعطيه اسم الشجرة السامة أبعطيه اسم أبعطيه اسم أبعطيه اسم شجرة البلوط أبعطيه اسم شجرة البلوط لا ما تضل أنت لو تكون شجرة البلوط أكلوك السناجب اللي عندنا نية والله ما خلوك لا والله صدق صدق النسر الجاي قوي والله قوي لا تحس أنا مجروح وكذا لا ما أبي أبين إني أبشروا بالجاء أبشروا باللي بيعطينا اسماء اسمه الاسم أو هذا لعبة الأسامي اسمه عطني يبي اختار اسم لقب الشبح اسمه هو قرب الدعم رقم 10 والسمه ناقص لا تغير الحين الزعيم والله شو اسمه فريق دعم الزعيم محمد رمضان الزعيم انت مو بالزعيم انت ليه قلت الزعيم الزعيم وانت العقيد العقيد وانا الشبح يا لا عندك هذا الشبح الشبح ابو المعذره المعذره اخ طب ايش شجره البلوط انت تسمي قال سمي اسمك قال شجره البلوط عادي ابي اسم ما حد يجي فلا شوف اسم وسمي فريق دعم اسم مبارك انا فريق دعمي قد علمتك انت وش رجل قرو فريق دعم النمر الوردي لا غير انا النمر المغبر ترى له معنى مدهون نمر لاحق صافي النمر الوردي لا النمر كيو تدري دلاله الوردي وش يعني وش دلاله اللون هذا وش دلالته طيب صندوق الاسود حق الطيار خلاص ابونا ابو ابو برتقالي لا تبرر ابو فراج صدمني وش البرتقالي اول مره ادري اني صندوق اول مره ادري اني تركها البارح
اثق فيه. طيب اسمع كاتب الاسود تشاور فيه يعني لازم يكون اسود. عامر الشبح جمهور الجمهور السهم الملتهب ردني من العقيد العالمي انت. لا 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 فكني من الاسم ما دني سنه بالسنين. لا انت خذ خذ الملكي مثلا زئبق. لا لازم تغير الاسم عشان يجي بالله. خلنا شويه اول اسد زئبوقي. شنو الزئبوقي؟ شوف انا بقول لك بعطيك اسم ممكن ان نظاهر انه مو كويس ولكن معانيه معدنه. طيب معانيه عديده. حط قدبه هذا دوده القز. طيب هذا كله دوده القز يطلع منها الحرير قويه. الحرير يا تصنع الحرير دوده القز تدري انها دوده القز بيمشي على شكل دوده. انا استغير دوده القز. يا لا اعطوني سؤال. ما ابي شيء حتى اسمه. الزئبق صدق الزئبق خرج الزئبق له. انا اشوف الزئبق انا قلت خلينا نسميك لا جرانديزر سولو جرانديزر عالمي الثعبان الطائر. وي ثعبان طائر يلا فيه انقرض المتسابق الثعبان الطائر. يلا خلينا نمشي. يلا القاب خلينا نسميهم. هو الكنود اللي كان فيها القاب. هذا هذا على الطريق ذي اول ما خلاني اقول الكلام ذا يعني الخرابيط انه التنين اللي ما ادري وش اول ما سمعوها انا كنت اصور وكان كنا نطري البرامج الواقعيه قالوا محمد لازم انك تحط لجمهورك شو اسمه انا كنت فاتح اسم اسم هذا اول بدايه الموضوع. سبحان الله اللي يقول سم قلت انا انا ضد السالفه دي. اسمع بقول لك قلت انا انا شادها ويجي السعد. اسمع يرشد مقلطه في مجلس. اسمع اسمع عازمهم. اسمع اسمع ساجر لهم قصر ولا للجمهور اسمع يطحن. اي حطنا اسمع ولا يهم قلت خلاص انا بعطيكم اسمع. يقومون كلهم يسخون قلت لازم اني اعطيكم اسمع اذا دخلت ان شاء الله برامج واقعي قهوه تجمل. اي قهوه تجمل ولا يهم كله الله بصمم. قلت بحط اسم فريق دعمي التنين الملتهب. يا ولد ويقومون العالم وتسدحون. بداية الموضوع اللي حرك الموضوع ده تخبرين أجهزة الكنود. ايوه هذا اللي يقولها أجهزة الكنود. كان عند لي نسيب له صبي له صبي ولد له الجلسة اللي ما فيها نفس خفيفة خفيفة الله ما فيها جلسة خفيفة. اسمع اسلم وكل واحد يوم جات أجهزة الكنود قاموا الناس الكبار مسحته ايش؟ البرك. قاعد يحصلنا استطعاف استطعاف المستطعفين. اسلم المستطعفين ترى انا لاحظت عليها قال 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 لا كذا كثير. اسمع ابشر والله بالسلامة ورا ما صبيت الفلح. انا ماني بيه ماني بيه والله اني والله اني مكثر ريب تذبحوني بحارك. موجود والله ماني بيه حرام بالله ماني بيه. خلاص الكرك ليه اسوي انا مسوي ذا ترى والله اني مسوي والله اني مسوي هذا. اي زين اسمع قاموا تاتي هبه لاجهزه الكنود تاتي هبه لاجهزه الكنود وكل رجال كبير كنود لا يكون الكنود الاجهزه اول ما جت هبتها يقومون الرياجيل الكبار ويشترون لهم اجهزه وكل واحد يعني عيال عمي الكبار واخواني الكبار احنا تو احنا عاد احنا صار ولا اللي حط نداه ما ابغى اقول لا ما اعرف هم يحطون نداء احنا صدق نداء عناد ايه اللي مثل الصامل عناد مجاهد مدري ويش مدري ويش المنتحر ايه المهم ويقومون البزران حن حن يا بزران واللي يضفنا ما عندنا اجهزه بس كل واحد قال انا بحط لي نداء ثبتونه في البيت اذا اللي هو لقب يثبت اللي هو لقب ايه اللي هو اللقب النداء انهم اللي ينادونه. اول ما جاء موضوع الاستهبال ذا كل صبي حط له اسم مثلا مثلا على سبيل المثال ابو ناصر مثلا واللي كذا واللي كذا كون يستانس 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 ولا الصبي ذا تعقد الصبي مو بدوي جدا مو يعرف الحكي البدوي جدا صبي بلاد وياتينا في العطله وبيح عبيط عبيط لابعد درجه
ولا يصبي يعني يعرف ويروح مع العيال وياتي وعلى الرجال ده على نسيبنا ده اللي عبيد وجه الصبي متضايق يوم جه قال ليش بلاك؟ قال العيال كلهم عندهم نداء وانا ما عندي نداء قال بس تبغى لك نداء قال اي والله ابغى لك نداء حلم الحين مجتمعي قال ابشر والله بالنداء والله لا اعطيك نداء يتعلمون به قال ايش نداء قال حط نداك لحبل الطائر يا ولد قسما بالله يا يوم سمعت اني ضحكت لامك وتروح عليه لين الزايد والحبل الطائر بسألكم سؤال وش كان اسمك في البلاتوت او البي بي ام على ايام ابي اضحك ما عنده لا ما عنده جوا لا لا وش ما عنده جوا جاك من كهف ايش شو عنده جوا ها لا تستهين فيه اسمك البي بي ام او البلاتوت في البي بي ام شنو خلاص البلاتوت مكبيري مكبيري الريفي الريفي والبلاتوت ما حطيته ها وش ببي ام بلاتوت بلاتوت قبل موضوعنا ابو ناصر في البلاتوت وش اسمه ما ادري ودي اقول ما ودي اقوله والله عادي انا عبود دقيقه عبود خليني بعقب على الريفي قدامي انت قلت ليه اخترت الريفي لاني احب الريف 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 اللي هو النقط لا الرياف لا الريف مشتق من الارياف اللي هي المناطق الجميله للعين واكسجينها صافي هذا يسمى الريف الريف يا ربع لاني بمشي اعطيك السؤال لاني بمشي ولد الشيخ لا لا حطيت ما هو في البلوتوث بيدي حط اسير الاحزان يا الاحزان طيب دقيقه دقيقه يلا عبود عندك نايف يلا انا حاطه لاني بروح اها ارهب نايف اسقاط على فيصل اسقاط على فيصل مليت انا كان درباضي يلا يلا خلصوا تعالونا يلا هاي عبود والله انا كهريش لحقت بلاك بيري بلاك بيري ما لحقت كان مع اخوي بس اني كنت مسمي نفسي بلاتوث اخوي ما مدعني بس انا لحقت على بلاك بيري ولحقت على بلاك بيري ولحقت على بلاتوث بلاتوث في الى الان بس بلاك بيري لحقنا عليه ايش حط اسمه طيب مستخدمه حتى انا طيب ها ايش كان اسمه عبد الله بقبي بس انا في جوالي اول بدايه ما اشتريت جوال اصلا ما اشتريت جوال الا في المتوسط ما اشتريت جوال من يوم صغير وغير عدي مع البيت انا شاري اول ما اشتريت حطيت في البلاتوث لان كنا ما كان في نت نستخدم البلاتوث انا واخواني فهمت؟ يعني إذا واحد في الحوش واحد في البيت داخل نرسل لبعض بلوتوث يجي رسالة يستلمها ويجي هم مقطع ولا كلام ولا أي شيء فهمت؟ زي كذا فكنت مسمي نفسي ما أدري يمكن دخلنا في العنصرية بس يلا عبود وحاط شرطة كذا القوس 911 مذكر الشرطة كاتب عمك غصب عنك فهمت؟ عمك غصب عنك هذا عشان إخواني بس هلا أتعبكم صدق صدق يعني لا بس صدق بسم بالله أنها صدق والله لا أتعبك والله نتعبك يلا سلام لا أنا جيت أنا بعلمك أنا ما استخدمته واجد أنا فترة معينة يعني لا هو للعب هو البيبي البيبي استخدمته فترة معينة البيبي مولود في المستشفى تدري إيش كان اسمي؟ أصير صدق بسوي الحركة لقى اسمه قلت صح يا سالم بيض الله وجهك سوى عني ليتني ما عرفتك كان درباوي ابو ناصر يلا ليتني ما عرفت يلا وش بتعبك ولد قطر ولد قطر صدق يصلح انك تعبك لا اي والله حق درباوي انك كان دائما هذري بك دائما هذري بك هذا هو الحوار شوف المصيبه هنا ونذر ان عقب 3 سنين جالي واحد يكلمني عاد على البيبي احنا حولنا ذا قال في واحد سارق نك هاجرك نويته هذه نكات على الحزا هاجرك نويته تكتب على الشاص العاشق المغرم مدري ايش انا اعلمك الشباب لا انت ايش الهيله وادمي اصويحبك والله انه كان كذا كذا سيده اصويحب اصويحب شاد حاط فيصل حبتين 11 صوره لطمه ايوه هذه على ايام الصوره ذيك ويكتب في الحاله يبي يبيع صح طيب اقسم بالله لا طلع علومك من تحت لا يا حامد والله انه يخاف منك ترى صدق اعلمك وكنت لا كنت لا اصويحبك الروقي شيل بعد لقب
ارسل سبحان الله يا ولد ارسل البودكاست الا استجت عندك كل ترجيك لا لازم وش تكتب انت التعريف هذا حقك اللي في الحاله حمد ايش سوى لا حمد ايش سوى من انت تعرف عن نفسك ببيتين لا مع بيتين لا 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 حط خاطر يلزمني طبعا اللي هم اللي ينشرون اللي قريبين مني يلزمني يلزمني ما تضيف حذفني يعني يعني ولا يعني اخلاص الرجال خوي والله الحقبه الزمنيه ذي كل فتره يجي فيها شيء ايه اذكر حتى بدمع انا ماني خابر لحقت عليه فتره خليت لي فتره كبر رجلي كبير سنه جيمر انا صغير جيمر جيمر مدمن مو بجيمر اكل جيمر قشطه في القوي لا ما هي لا جيمر يعني صاحب الالعاب يلعب رفقا بهم في زمن ليس في زمانه الله لا خبري بلا تاري خلني عالم صوني العائلة صوني العائلة عرفت العقل طيب العقل 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 أنا تاري وش اسمه تاري هو اللي غير أنت مصاقين لا على تاري وجاء عقبه الأحمر والأبيض لا الأحمر والأبيض ذاك اللي فيها اللي فيها اللي فيها العود العائلة صوني العائلة سوبر ماريو فلاح لا شيء طيب القنبوي 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 قال لا من المحتر العب ولا قطع مرود الهواء جايبه لبوي والعب ولا من يفت شوي يجي لي تعليق من جنو افك المحول خبري الاسود ذاك واحطه في الفريزر حق عشان يبرد لين يثلج واجي واشوكه عشان يبطي وانا العب ما يخرب المهم يوم اقول على طالبي طحت فتره سوني بعد ايام الجماعه عرفتهم من سوني اونلاين والله اني صادق ادني ويرد وش كنت تلعب وش كنت تلعب بالضبط؟ كود ديوتي بلاك اوبس 1 كود ايش؟ كود 7 روند كم توصل؟ روند لا تكلمون بشيء ما نعرفه ما نعرفه اسمع اسمع هذا وش؟ حسيت اني يا ولد ودني العبه والله يا والله اني كنت من اساطيره هو وش حرب ولا وش؟ اي حرب انا كنت حق تريك شوت تمام بالله صرت باركه دخل معي واحد دخلت جيم عام ما تعرف اللي فيه شو اللي قال فلان وش اسمه؟ يلا قادح قادح كذا قادح 8 اي 7 يعني حرف الحاء معرب عرفت إيه إيه. كنت بكلان انا رئيس كلان كلان ايش سباي تعرف كلان ريسكي لا ما حد يعرف لا لا لا, لا. اجل ما تلعب اقوى كلانين اجل ما عرفت تلعب لا 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 اقوى كلانين سينيور وويفر هذولي كانوا حق الرشاشات طيب تلعب انا العب سنايب وش حق تريك شوت تريك شوت تجيب هيد شوت على طول المهم خليني اعلم وادخل اللاين عام ويدخل معي واحد صوته صغير انا قدني هرش وصلت اول هنا ويلعب من سادس ابتدائي من سادس ابتدائي؟ اي قال قادح قادح تكفى برسل لك جيم فايت وتعال جيم فايت وش يعني تعال دعوه دعوه لعب ارسل لي دعوه لانه فاضي اخوي يا طول قلت يلا يلا سلم ويا طلع الصبح يطلع ويرسل لي يوم دخلت له فيه يمكن 8 اوه قادح 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 اصوات العام متى هنا انتفخ راسي والله انك كنا نسولف عنك في المدرسة امس عاد عرفت اللي حاط ميوت يعني مستانس كانت حياتي سوني لحظة خل قادح شريت بلاك بيري خلني اعلم ارجع طيب شريت بلاك بيري اول ما نزل الميني بولد اللمس فيه زلزال وفيه لمس افخم واحد في العالم اقسم بالله اني ما دريت انه لمس اللي عقب 3 ايام علمني ولد خالي اني استخدمه قهاله لمس ياخذ معي شهر مفعل خدمته ومزين اموره ما استخدمه تدري انه ما الا الحين والله اسمع خلنا اعلم انا عندي فرص طبعا عندي الكيف هذا بعلمكم وين راح وضيعه وضيعه في البيت ما استخدمه انسى سجلت جاني واحد من اخواني كل جوالك وينه وعينه على جوالي قال جوالك وين؟ قلت في البيت. قال يدق عليك مقفل له اسبوع. ليه؟ قلت ماني بصوبه. تبيه؟ خدمه مفصوله. قال لي قلت خلاص ادوره واخذه. والله انه في البيت. في بالي في البيت. ورا دور دور ما عينه ويضيف البن. البن حقي يضيف الجوال بلاك بيري ويراسل الا الاسم من هجر كنويته الى فلانه الكذا. خذ عيون. جوال قلت معاه مرة تراسل وش هذا الجوال شنو شاريته من محل الجوالات كذا 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 ثاني زرار لا لا تذكر
عقب اسبوع قبل يراسل بيبي تذكرت اني كنت حاطه على الكيبل وانا العب كوره قبل العب كوره ورايح ادور عقب اسبوع هذا الورق طويل اذكر الكشخه كانت تورش تورش كنت كنت منبع للخدمه واطلع السوق بس اكلم اخي العينه من فيكم لحق مو بلحق على قد الحب انتم كبار ما في دل بابا وتورش شاريه قد نزل الايفون عيال انتم جديد سبتوا سلمتكم ايش تقول جلبه حق مشتري قال خلاص بلش انا انتم جيت زمان تسلمون ايش تقول من قد لحق من لحق انت انا ما اقول من لحق اقول من اللي لحق انتم لحقتوا من لحق نفس عبود هي نفسها من اللي ما لحق هو انتم لحقينه فهمت لا من اللي اتحدى احد ما لحق المهم القنبوي معروف القنبوي ايه اللي سكر ذا عندنا عند النماش اللي يجيك كذا اللي يجيك كذا اللي تركب فيه شريطه والعاب يجيك 100 هو تلقى فيه 5 6 ركب ذا يجيك 100 اقسم بيت لا ما في انا سامي كذا كذا يا حولناها جيمر وشو شوف التطور بس هذا في زمن وين تطور هذا السن انت هرج عنه ولا هرج كلب والله ما فهمت ما السن ما لعبه واجد والله اني العب سوني قنبوي يوم تركت قنبوي ما عاد لعبت ما عاد لعبت غيره بس يوم صار الجوال قريب في الثانويه لعبت والله لو طيب بعلمكم انا وش جعلي لو ما هكروا شيء ندمني للحين العبه بعلمكم يوم جل الببجي ذا تدري متى فكرت الببجي تدري متى فكرت المهم يحملونها العيال في الاسطبل الى الان زعلان يطيحون يطيحون قشره انت معي ما لعبت اسلم حملوا العيال الببجي ذي المهم كل ابو لا جاء عقب العشاء هذا شو انا ودي ادخل جيم وانت تتعلق في العالم خليني بعلمك لا لا تدري وش يقطع ظهري؟ دجيتك عادي احسبين في مشكله لا دخلتهم له ما يرمها بيمي. ادري هي تطالب وياه. الطياره. انت ما لعبت يعني؟ خليني بعلمك. يا رجال اخذت حول يمكن 6 شهور ولا زود العيال يلعبون عندي. قام جا نهارهم لاني طفشان متكل. كنت بلعب. قال العيال لهم غير 3. قالوا والله نحمل لك احلف بالله انها مبوت. يلا. بعلمك. هذا اللي هذا اللي تمدحه بالطاقه. عينت. من يوم حولت فقع راسي بالملاس جاء لي ايام الاستشهاد قالوا هم يضبطونه لي ودعوه كل ابوهم قالوا يلا عاني عندهم مثل راسي مثل راس المحمله المهم قالوا اعد هو يجي البرحه المهم يعلموني في البرحه اعد كذا هذا يلف دعوه كل ابوها طق 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 ما في برحه هم تروح للبحر ها ما تسلف البحر زد غطس لقوا ما في طب خلاها سواق المهم وناخذ وينزلوني في البيوت وينزلوني في الدعوه كل ابوها لا دخلت الغرفه نشبت ما ضر يم يقول بالناس راحوا عني الحقنا وانا اجيك ظاهر وعادي طق 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 يوم عادي طن طن واحد يرغني ما ادري ادري تقفيني بالملاس هو يعطيني الرقد مات وانا قدمت اكل معهم المهم عندك تعلمني يومين ثلاث ايام صرت اروح معهم المشنكي مشنكي كذا انا قدام قالوا مشنكي اوري بطري تدري وش مشكلتي في مشنكي ذي؟ من يوم توقع من يوم الحاويات ذي من يوم توقع رجلي في الرقه والرصاصه معي ما تدخل الا منه انفقع راسي يا رجيل يا رجيل يا قتال يلعبون عادي العيال عندنا وتالي يدخلون كم ياخذون بالساعه؟ قلت يا رجيل علي الحرام انهم حاطين خفير في ابو شنكي يستلم على حساب وليد البيع من يوم يجوني في الطياره وهو مركب يا رجال والله ما حط رجلي كم ساعه تلعبون؟ يا رجال ما لعبتها الا 3 اسابيع من 4 اسابيع تالي حذفته قلت اقعد احذف واحد نزلت يوم ما طحت انا ما الرجال يلوقون ذا ما ادري تلويق ما ادري شو اسمه تلويق يلوقون تلويق ويروحون يعودون علي بالسياره وياخذوني ونزلوا في الغابه وقعدت انا في الجيب راسي تقول راسي محمله يلا حول زيد خلصوا والريق جوني موتر ثاني ما غير يتبعوني ياخذوني معهم مثل حقالي ما تلقى لنا نهار الشد انا مع ان اخواني طاحوا فيها ببجي دي انا مع ان اخواني طاحوا فيها ببجي دي شوف ابو قطع مرودك العيال وصلوا المرحله يشترون لهم يا رجال يشترون لهم رقع الربط وزره انا والله لفيت هنا راح مع دلع لفيت هنا لا انا مع ان ببجي دي كل الناس طاحوا فيها ما ينزلوني معهم ما في واحد يقول بوم بوم الطيارة بوم لا دي اللي الاحمر اللي ينزل القاذفة هذي لانشر البندق اللي لانشر هذه اقول دوروها لا من القاها قالوا ليه تعال جيت اخذتها انا مو ارتع مع الحزم كل ما قالوا في الجهه الفنيه رشحت واحد من اخواني كان هي عجزنا نفهم لقطه دقيقه حملها معلم
هو يجون مهكرين، هو اللي خلاني اطلع مهكرين. ازبن ورا حصاه يجي جالس قاعد ينسى يا معلم ما قطع راسي. انا ما ادري يا رجال انا اموت. حصاه ما يخرقها البازوكه ما تخرقها. ادخل وراها يا معلم ولا احنا وش النبي قال هذا يلعب معنا سوبرمان ما ادري ايش اسمه ذا وش رادار رادارات لا يلعبون معنا حق القناصات ايش يسوون؟ اي سنايبر سنايبر سوبرمان شوف الحذف هنا سوبرمان ذا الحين كذا ام 24 واحد من اخوي نفس طريقه والحمد لله هكر يلا تعال الحين خلو يقول سوبرمان انا سبايدرمان الذكي زوراق هو يقول كذا يعني قابط قابط واضح انك انت جيمر ما جيت علي الحياة حلوة ما راح يجي ما راح يجي العاب ترفيهية مثل الالعاب اللي جتها والله يا ايام ببجي تعرف ايام الحضر زقرا وشن ايام الحجر اي كذا وحدة تثبت ايه واحدة ايه واحدة تلعبوا ايه هنتين نلعبها اتحداك ها اتحداك تحداني فيه فيها فيها انت مدري تعرف هذه يابا عصر عصر ليه عصر اصلح بالليل ليه ما يبغى هناك تخطيط حلو يا ابي طيب لا لا يا رجال ايش قوم وكذا هذه اخر شيء وش انا ابي وش اللعبه اللي كذا لازم لازم ثاني شفت يقول تعال اللي جاي لك انا اجي له وش اسمه ابو ناصر الزين هيا انا متى العب على تاري لا والله احنا ما ضغطنا عندنا اليوم احنا عاد المسقال لا مسقال لا المسقال مو بالظاهر لا فكره دي اللي تحطها وتطبها حصى حصى وش اسمه و الدويرات ذيك وش اسمه سبر صاقي لا احنا نقول مطازي هذيك اكله هذيك اكله مصاقيل مصاقيل برجون البرجون برجون اي هذا لعبته بجي يا رجل اشوف لعبت متمرس في الجوال ايش هذا لعبته بس ما ولا ياخذك الحصى هذه يقهرني لو جاء له النحور هنا واحد يضربني ما ادري يقهرني ها ان اللعبه اللي عانها باليوك ما جت الا عاد وش اللي يرجونها بالبوكسي ايه اليوك طيب ليه ما تروح ترجها ها لعبت انا وذا فيها وغلبت هاي فيهم ذاك اليوم احنا متكين عند العيال 60 والله اني انقد على الليل 55 والله انك خلاص خلاص مكاني لا يروح قول انا بروح اخوي محمد والله بقول لك لعبها ذاك اليوم وفايز عليك ما لعبتها والله انك لاعبها لا تحلف لا تحلف والله انك لاعبها ايه شبح وين هذا ما هو اوكي زلط برد انا والله اني استنقذ لي العب برد وش اسمه اطرح يا ابو الملاقي ما لقى شيء ينقد عليه ذي لعبه على اللعبه ذي لعبتهم بنروح لها بوقتي وانا اشوف العرب يلعبونها ولا سنحت الفرصه وش لا تقول شو اسمه لا 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 يجون العيال يلبسون لهم لبس ومسدس وذي خاطر شو اسمه ولا قش بول هذا ينقد على اللي يلعب شو اسمه يا رجل يعني انك تذبح يلا يلا استني كثيرك على العيوت ولدي ما بجي صديه فقعوا راسي نذر انها في العين يوم ظهرت لساق المورب اني انا باهلي تكفى مورب الساق انا خاطر محمد بن ناصر له تريك خلاص يا نذر يا ساق دقيقه خلاص عند ناصر من دور اللي يسقع كوش لا لا 20 20 والله يا ربيت واحد من العيال انهل اليوم كان 20 20 والله لا والله العظيم انا زليت ما ادري اقول 10 10 هم في ضفه حلوه خطيره لا انا بلعب بجروب اعرفهم حطيتها في البو ولد عمي ورمي ها يذمت يرقبت انا واسمه لا بس انه يجي معنا فريق وما نعرفه تو عمر الهوشه جوا لا 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 عمر الهوشه يا ابي وعدنا احنا مغطفه وقعت فيها ترى لازم تنوي بالحلول وين لعبت انت لعبت في الكويت في وحده الواجهه الظاهر وش قال لك الكويت يا جماعه شوف الكويت مهم متطوره سياحيه لكن اقسم بالله انا هذه اللي تحبها زين الكويت زينها اي والله جيتها مره واكرها يمكن ثلاث مرات ورا مرات تدري وش اللي قاعد والله اني جيتها في 6 شهور 4 مرات ورا بعض ها في 6 شهور يا ربع اللي جالطني ان برنامجنا بيخلص وجاينا رمضان ما عاد نقدر نروح صوم بعد خلص رمضان ان شاء الله لا رمضان تقدر تهجر نقدر نسافر في رمضان اي قدامها عندك قبل رمضان قبل رمضان في 15 يوم سافر رمضان يا طويل العمر شوف وليد قبل رمضان الله عطاك 3 ايام او 4 ايام تروح تخلص امورك والدعوه وانا اروح والدعوه كلها والدعوه كل ابوها وعقب ما يمديني مندوج على الفانزات
ما يمدي رمضان احنا متى الان ثلاث شهور تاريخ كم تقريبا اللي قريت اللي انا عارفه اهم شيء رمضان جالس 18 يوم الله الله يمكن واحد منا يعرض الحين لو طلعنا منه لازم اقعد في الرياض ايوه انت روح في ذمتك في الديره انا بس لي منه ليله مسرع الموتر واقف بخلي العيال يجيبونه وبطرقهم على خط الحجاز سيده بس اني اخاف ان يقوم مره يقول لا ما اقتنعت لازم انك تبتل لازم الفانزات يعني. فانزات كيف لا مطر ذا ولا ايش؟ ما شاء الله تبارك الله طيب وش اسوي في التويتر ولا في السناب ولا في التيك توك؟ لا في تويتر كم كان فيهم في الرياض يومين؟ اسبوع لا اسبوع واجد يا اخوي بواجهه هذه اجرب مو باسبوع ثلاث ابد اول يوم معزومين كلكم لا في البولي لا لا في البولي اي لايك ات اي لايك كلنا بنتجمع والله اسمع قول انا طاق منكم في القريه الوجه انا معلمكم قبل تقاطع اصوات عناصر اني معلمكم قبل فتح محل جديد قبل هذا اسمع يا بودا والله مرة مرة بتقول كذا ترى ننقد على اللسان حقي يا اخوي نقاد نقاد طيب خلينا نشوف معلمكم قبل اول يوم نظهر فيه كلبونا نسوي لنا ترتيب في مزرعه ابوي الله يطول بعمره الله يطول بعمره ومزرعه شرب سعدك اي والله مزرعه وفي الخرج ما فيها سعدك ما عندنا احد احد حلو انا استريح صفقه لابو طلال اسمع لا سبعنا برد برد انا رجع الصبح لو لا رمضان قد الجو اخف فيصل انا اسمع انا رجال برسل لوكيشن بنزله طال عمرك في التويتر للمتابعين اللي بيجينا يلا وجه وين في مزرعه والله ما عين الا مرحبا وذا مقفل ابوي راعي سلمك بحذف من فوق يا ولد انكتيت على الاوابع طيب تقول لا اله الا الله طيب ارسلت لوكيشن وجونا 2 مليار اللي قبل علنا وعلم وين 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 المزرعه اللي تشيلهم وين الرقه اللي تشيلهم انت صدقك يجتمعون كلهم 2 مليار ويجون ما هو بجماهيرنا يا ولد جماهير مليار هذه تكرر ان شاء الله كل واحد في ديره لو جماهير 2 مليار اوف 2 مليار ما سمعت لو كان اعلاني لو كل واحد منهم يعطيك ريال 2 مليار بس ايش بتسوي الا كل واحد ياخذ 2 مليار واجد لا مو واجد 2 مليار مليار قد انتهى 1000 مليون خلاص مليون 1000 مره ركز على الاهداف يلا تجهق وانت تصرف يلا لو تصرف من لا 20 سنه قدام مو لين تموت ما خلص الدراهم صدق والله ما جاء انوين خل عامر عامر لا تخرب جلسي عامر يجلس هنا خلاص عامر يجلس هنا الباب زين لو قلت محلي ما في عياله ما كملت ما في ريال على ريال على ريال على ريال لا 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 ما رسلت لا اقرب اقرب كذا عامر والله لو والله حزين وخاطري ضايق بالحين عندنا مليار اسولف مع العالم وانا حالتي حالة هو الخيال بيمر ليش تظل عندك لا ما بس احسب منهم جمهورنا 2 مليار طلع اللي يتابعونا اللي يزيد تابعونا وين جمهورك 2 مليار جمهورك 2 مليار مع جلسة سيد تحدى الجمهور ها تحدى تحدى ها نقفلها 2 مليار ايه حنا مو ب 2 مليار احتزم احتزم حنا مو ب 2 مليار 4 مليار 4 مليار جمهورنا اللي تابع القناة في اليوتيوب 4 مليار تابع في التيك توك 2 مليار لا تيك توك 4 مليار لا 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 والله لا 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 التيك توك 4 مليار في اليوتيوب تستهبل لا والله لا تيك توك ما بعد صار في العام كله تصير فيه والله اقسم بالله انها 4 مليار مليون 4 مليار مليار 4 مليون 4 مليار شايفين 4 مليون يمكن في اليوتيوب لو 4 مليار جاسمي قال يلا ما عاد بكم 4 مليار دخل غبي ذا يا عيال يقولون 4 مليار مش لا لا هم بكاتبين 400 من تحتها كلمه مليار لا 400 مليون يا عيال بعدين جابوا التوتال كله مشاهدات الالف فيها 4 مليار مشاهدات فيها كم بتدخل والله ما ندري كم الرقم لكن لو كان حطمنا ارقام ناس اي والله هذا اهم شيء قفلنا ملف وفي الشهر الاول الله طيب انا ما لا ما بعجتكم سوالف وليد اللي عليها الكلام اللي تقفل الملف ذا ما جاك حافز البارح ما جاء له سالفه واحده وبشكم انه مصوره امر عليك حقت الطياره والله يظهر ما تصور عرفت انت عرفت ايه كان البث العيال جوا لا لا ان شاء الله ها العيال يقول البث ولد البارح يا منك جلس جوا انت وحمد البث عليكم جلسنا جوا يا منكم تكين لا البث عليكم ما ادري اسولف انا وياك بس طالع شويه الكاميرات يا ابني يا جد والله ما طلعت برا برا
ايوه اسفل انت عرفت الحين شو مستوى التصالح ذا؟ الله تبيني اقول لك عد عد اسلم اسلم معك مشكله مع انا عندي مشكله مع اللي هوجس والله انا رجيجي لاني انا لا تنهى قام يا جماعه بروح له فيصل طلعت له فيصل اخر ربع ساعه من البث وش صار ما ادري اخر نص ساعه احنا داخل لا 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 هده ابو البيع اللي كذا لا مو كذا الكاميرات وش سوت؟ متى يومكم بالهنقر او باي طال الكاميرا انا وانت وحمد بالهنقر اخر ختاميه البث فيصل فيصل حبيبي ركز ها 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 ايش فيك نايم طيب بيننا بين بيننا بين صار ما ادري ايش تبي وش كان السالفه قبل روح انا اعرف اقول بس كان عليكم في الهنقر وش درى اللي يقولون ها وش درى وش درى يا اخوي ذا يقول لفت عليه الكاميرات انا وياه يا رجيم يا عيال لا تسوون مجانين يا رجال عيش واقعيتك هي هسر انا بعرف سالفتي طلعت ولا لا والله ان نسولف لنا ساعه كامله يا اخي طلعت يا اخوي وانا ادري انكم برا وان اكيد 100% والله طيب اخذت سياد الاويط يعني شفت يمكن حتى لا يعني ترى هذه قاعده مني محمد جاسم معنا هنا وراح اغير البث هناك لا خلاص وش لا خلاص اي طيب انت جاسم معنا هنا تروح تغير البث من الهنقر ليه؟ ما غيرت دخلت داخل ساعه كامله والله دخلت كان عندي موضوع طلعت حمد وذول جالسين ساعه جلست برد انك لو كان يا ما جاك البرد من السالفه والله انه جانا يوم انا جالس معاكم اني ثلجت وكنت ميت يا رجيجي ما شاء الله تشوفون يا الربع نصيحه وكلمه تدرون ربي اذا الحين ينزل في الثلث الاخير من الليل يا الله انك ترزقني ادعو تكفون صدق دعوه صادقه يا الله والله اني صادق يا الله انك ترزقني بدراهم اسمع دراهم احط لي 50 خابط بغرفها بسياراتها بجيب جديد شخص 50 بس50 ابا 50 خالد لا طماع ابا 50 انا مالي طماع انا اقول يا الله بالاملح اللي ما له الله انتاجه يشوف لظروف الزمن صرفه اردى بناتها على اهل البله بعناها تجيب جيب جديد وايت وغرفه يا الله للراعيها والله ما ادري وين هي اسمع هذه بنزل يا الله ترزقني غيرنا هذه والله ما ادري انا حافظها ولا والله ما ادري انا حافظها ولا بضيعها يا الله ترزقني من الفاطر قعود يخلي حسابي يفيض ويمتلي ويقوم زينه كل يومين يزود وبيع فنتاقه لقى المستقبلين وتوخذ بناته بالكازز والنقود مدري شو يقول بعذر في عملي عذر في عملي ومنحه وسب له للي من الوقت محدود ومنحه للي لهم حق علي والجو مناديب الشرطية وفود حديت سكيني وذكيت الطني ولي اتعشوا قلت بالله يا الفهود مقفل باب التفاوض بجملي الله طيب انا اقول بين حظ ما يدانيني وجيب فقري الليالي مر تسبقني ومر اسبقها ودي ادهن جيبي وحظي بزيت المقري يمكن يروح الفقر روح لام يا حقك سلام ايش تقول صح اسمع 12 ملي 12 ملي عامر 12 مليون انا كم مليون سامع علي لازم والله ايش تبي يا ها اجيك وجود يوم انطرات الجود ما جوده هذه زي سالفه الوجي بدا لازمك ماني متخدد ما ادري ايش قلت جبعتها اوده ذا من فضل رب ذا عليت عليت يا ابو فهد يا بدا لازمك ماني متخبي بجود يوم انطرات الجود ما جوده تحدي مع نفسك انت تحدي هذه تدخل ايه كنت سويها موجود عليت عليت موجود موجود لازمك ماني متخبي الحين تحدي اي موجود يوم انطرات الجود موجوده ويا بدا لازمك ماني متخبي لا من فضل ربي وخيره ومن جوده نرزق من الله ونعطي من عطرب يا سلام سلام ما شاء الله ذكرتني سعود بن حباب قصيده من يقول الليت من يقول ماليه العسال تميل بطرفها في طرف ثوبي وكمي الله اكبر الليت من يقول ماليه العسافه تميل بطرفها في طرف ثوبي وكمي بيت قصيده بس اني مضيع من هالبيت ذا الله اكبر يقول الا ليت الزمان يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب ولا تجزع بحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا خراب دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا بقي ارحب وحيا
الشارب والله ابي قصيد عجن يا مرحبا ومرحبا يا حبيبي خذيت في دور غرام البطولة اسلم يا ابو شربت فنجان الزمان المهيئ حلو شوف الكلام اللي ما ودي اقوله قله ما عاد احس اني احبك تخيل الله طيب وسرعك غيرها لا لا غيرها لا لا والله غيرها لا لا غيرها لا لا تقول شبح بالله يا ابو سرعك احس اني يا اخرب انا ورع لا دقيقة أنا أسمع منه ثاني يلا أسرع أسمع على ما أجهز يقول كم مرة هدق بابك الله وأسمع حسك بغرفة الله تنادي أختك بحرقة دخيلك شوفي من على الباب شوفي من على الباب دخيلك ريتويت لايك وش يقول كومنت أي لايك إت أي لايك إت أي لايك إت حبيت 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 شو البيت كيوت أو شي من تجرأ واسقط هذه اللحظه اسقط اسقط طاير بهالهبوط اسقطها اسقط طارت من المطر من المطر اسمع اسمع كله الربع عشان ما يجي فيها ما يقول لا تطولها معاي وهي قصيره قصيره لا تقصرها لا تضيع وقتي ان كانك تسلى الله انا جاي الحين ابي كلمه اخيره انت صدق تحبني من قلبك ولا تغلط الله الرايح. ولا الرايح قول كرتن تحبك في كراتين وخياش الله والزود عندي حاشره في قواطي تسلم ايش اللي قد تحبه عندكم بيت ها؟ ايه بيه بعد اللي يقول اللي يقول شفطني وليفي شفطة الورع للسنتوم. وكاني وليفي اكلت الورع للريكو. ريكو. وقلت لك خصمين روح. انا قلت لك بتون بدا بدا لعيون المشاهد يستانس. اسمع اسمع رد عليك رد عليك. انا قلت لك بتوب قال لي ما بتوب. توبي توبي لا ما بتوب توبي ما بتوب توبي ما بتوب يا مصلح انت اسمعني يلا عطني شطر على ايكو ايش قال هو عيد 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 شطرك عيد بيتك ها شفطني وليفي شفطني وليفي شفطت الورع للسنتوب وكني وليفي اكلت الورع للريكو الريكو الورع للقى السنتوب والريكو كيكو ايش عرفك ويعيدون عشان تاكل خاصه أنت يعني عيد عشان خصم حالي ها يا أبو لعيون الجمهور العزيز ومشاهدينا الأعزاء ادروا أن نلقم خصم لعيونكم يلا شيلوا الليلة لذلك لا جال برايم شيلوا الليلة حتى الأخيرة قول وجهك يذكرني بنكبات الأيام مين أنت؟ داخل دمهوسي وجهك طويل لا لا يقول وجهك يذكرني يقول وجهك يذكرني اسمع 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 التقاطع ليه؟ الله يعينه على طاري على طاري اللي عند عامر لا رجال وش تقول يا عماني يا ابو رد على الريكو الريكو ها والله اني روحت عند عند عامر ابني ها الريكو وش قلت لك انا اول قلت لك اقول لك بتوب وتقول لي بتوب لا لا توبي اقول لك انا بقول لك توبي ايوه خذ راحتك اي والله واقول لك توبي وترد لا ما توب لا من شوي كان ترد من شوي ما ادري وين اقول لك توبي اقول لك ما ادري والله اقول لك اقول لك بتوب وتقول ما توب لا اقول لك بتوب وترد لي ما توب بتقول ما توب ما ادري وش عاد ايش وليكو شيء فيها وليكو الله والله انا ضيعت يا ضايف على تعرف ضايف انا طريق توبي انا طريق سوالف قصير اكيد انك تعرف ضيدان رد يا ضيدان وسعد سعد من معروف ضيدان لا ضيدان واحد العجمي ولا ضيدان بنقرعان توفى الله يرحمه وسعاد بن عبد الله عجمي بعد اخويا وكلهم شعار ريدان اكبر من سعاد بعشرين سنه ومتوالفي اخويا اخوه انت يا ريدان قاعد تقاعد ويشتغل كداد وسعاد موظف في شركه تبع النفط وحول الساحل ورجال رازق ربي مخرد اي رجال ويحب ريدان وريدان يحبه كانهم وش على فرق السن اللي بينهم وبينهم مزح وما حد يزعل من الثاني في قصه الغيثان من حوضها كلها يقول يا ليتني تاجر وبحري على الطاش ومساهم في نفط بحر الشمالي واشري من اللي تنطح السحب بالكاش ولا همني لو قالوا السعر غالي عندي سعد
رفيقه يعمل مقهوي وفراش ولا بغيت افضل يطنح العادي. ردنا عليه زين ما هو بغشاش ولا طلب تحاليل الجاب هذه. زين كذا في شغله كولي ديوان كامل ردياتهم. خذ لك رد عاد سعد قال والله ما لي خلق امدح يا حلوش بلش هالجرع سعد. اي كم قلت لك ارس المرئي والله ما لي خلق امدحنا على ارس المراسيل كل شخص بدالي. ربعك ربعك يعرفونك كميخ وعماش وجهك مهوب من الوجيه الطوالي يلي لا شفت يلي لا شفت المسايل تنحاش مثل الثعل من رافعات الذئاب. قصايدهم واجد قد قلب الميانه ذي كلها. اي قلب زيد كان على سعد وقدع ولا عجب اهل القدوع عجب اهل القدوع اللي قدام سعد سعد المعزم. قال عطني القدوع اللي عندك. خايله سعد قال لا درى سعد ان ما هو سالم مو بيضاء ما هو سالم قال خليني اتعشى اتغدى وقبل اتعشى بي. قال اقدع عشا يقدع على راسك الذيب في مهمهم ما به من الناس دوعي. ما ادري ايش قال ايب ورد ذاك قال حنا لجان الضيف ننفض له الجيب. قال لي ما ادري ايش قال طبوعك تخالف طبوعي. ما ادري ايش قال راح رديته واجد لا ظهر ربني استواصل مع احد يجيب ديواني مزحوا ويسوق انت يا سعد ومعاونه المعاون ضيدان مروا على واحد من الشر في الخط وحمله سعد على وجهه راح ابدا الرجال يا رجال احنا عجيب يا الله وش يفوتها ضيدان ما يفوتها يشير على سعد. قال اللي يلوح لك على الخط السريع الظاهر انه يا سعد من ربعنا وقف ترى المعروف عمره ما يضيع خلاه يتر اللي ما هي من طابعنا سارة. قالت يا سعد قال لي عادتك من قبل لا التاكسي تبيع وصار اشتغل كدال ضيدان. قال لي عادتك من قبل لا التاكسي تبيع ذا عضو ثن يمكن يفرق جمعنا. لا لي عادتك من قبل لا التاكسي تبيع ما ادري وش قال طابعنا صاحبك هذا منظره منظر شنيع احنا على الشارع ريحنا شنع انه ما بصري. قاعد شوي ضيدان لكنها اقتنع في كلام سعد. قال روح نرجع له الى طاح الربيع. روح نرجع له الى طاح الربيع ذا عرضة يمكن يفرق جمعنا. حنا ما صدقنا بيجمعنا جميعا انا تخلقنا وهو ما سمعنا. الله الله هذا نفس سعد سعد الربيب وماجد النصيف سايم من تجهتهم مقاطع يا ولد منا قرأت حالتهم حالة فرديات. وهاك اليوم ماجد نصير يقول لسعد ابو ذيب يقول هم اعمارهم طقتها 40 ولا عرسوا ما فيه ماده. وكاد يقول سعد ابو ذيب يقول لا ماجد نصير يقول سعد ابو ذيب يقول سعد يا زبن من جارت سنينه اينه لحقني من زماني ما لحقني أبالي منك 200 ألف دينه وأسددها متى ما الله رزقني. زلا. وش قال أبو ذيب؟ قال إيش قال سعد أبو ذيب؟ قال سعد عسى ربي على الدنيا يعينه. أنا بدين وقتي قد خنقني. وأنا عقب انكسر موسى المكينة لي شهرين ما حلق الدقن. خلصه روح. راح ما يجي. رديات ماجد. يلا شيل الليل. تسلم رديات. هاي رديه بين بن عامر بن منير. السلام عليكم. يا عامر بن منير يا طير حوران. طيب رديه بين بن ايش دخلك انت؟ احس انها كذا. طيب. مطلوب امنيا. مطلوب المطلوب ما هو مطلوب اللي ابغى غيره. لابد. تاتي. من الطالب خوينا. يا مرحبا وش الكشاف؟ تروح على شرعك ابو طلال قبل لا تروح. الله يا الله. عشان دخولي في الامبراطوري. يا عندي الامبراطوري اخلعوا يوم اجهلوني جهلهم فيني انصاف. هو رفيقنا رفيقنا اللي يدعي رفيقنا اللي يدعي ابو رفيقنا اللي يدعي رفيقنا اللي يدعي اي علباه يا بالك صوقع على علباك انا عارف ده في شيء جيب اصبعك حمزه سبيك سبيك انت ها ما ادري ما قلت سبيكه ما قلت سبيك قلت سبيكه اكرمك حمزه عند اليد
وانت ضايع عامر منين؟ يا رب انا ضايع مني غرض ما ادري وش يا عامر محمد ليه تعمس؟ طيب وجه اللي وجه ولا تبع ابو المران كهر ما انا هاي زعبة اللي شكل الخلايا اعطيك الباب ترديه كم مره دق بابك واسمع حسك بغرفه جينا هي لك ابو مثل دينك في بعض العرب ما ادري ايش قال فيها اسمع ظلام سبيك مرة ايش قال فيها اما نفعكم انها بكل مجلس ولا ارحب طيب يس ارحب 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 لا لا تقص عليه القوري بشو ارحب الله وردي كذا في روق هلا والله هلا والله الله يكثر سيوبي يا سيوبي سيوبي يا سيوبي سيوبي يا سيوبي سيوبي يا سيوبي هلا والله يعني كيف اتمنى الجميع حق لندن صفوا صفوا انا بصف انا حركه 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 قوم 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 تبغى تقعد يا ابو الله يلا قوم لا الموضوع الموضوع يا ابو ناصر اذا تسمح لي عشان بطقهم بس عارفه ابو رفيق قد وصلك الموضوع وصلك انت اذا تسمح لي لا الموضوع الموضوع طيب الموضوع ما يسمح الموضوع ما يسمح اوكي طيب تعال عن اذنك يا سيوف خذ راحتك يلا ها يلا يلا انا دوري يلا لا 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 انت عبود عبود انت هذا وش هذه؟ انا قاربه قاربه ما ينفع كذا اطباق الطائر تك 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 بشيش بشيش عبود بشيش زي كذا يعني عبود عبود عندك ابليس عبود ايه حمدان ابو دياو 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 حمدان يلا سيوب بعيد سيوب كذا لا يا عيون لا تغسلهم عيونهم هاتوا 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 شتوها كذا خلوها افقيه ممكن عبود عجل. عبود ها كذا افقيه يا عبود قويه ايوه سيوب هات حمد هذا لا هذا وش لا سيوب كذا ما تصير هذا وش كذا ما تصير سيوب ها ها كفو فلاح كفو 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 كلا باليدين كلا عاشقك عواسي سلم رالي الغرام غبت فيك حبي القلب الحنون أحيدي من عرب عواسي أنا عايش فيك كفو يلا يلا من سبق لك عباس إبراهيم فلاح عباس الدراج عاشقك خلاص 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 يا عنقري منذري دوحوش ها ها عب سام هذا لا بلا حط اللح هذا ها راسي لا يا راسي سام اخي شيء شيء سام اخي مو كذا يا ساجد من بلادي سامخي عكس سامخي وانا جاي من بعيد يا سادتي من عشي. بلادي خلني احذر على كيفي بانك عويسي هنا تفر بيت وسراج 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 يلا 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 وسراج قال انت تبع الباب شو محزمي يلا يلا محزمي فردي يلا عبود عبود عبودي ها فلاح يا شو تبي الشوت اصمل اصمل عبود ها شو تسوي